بيجوا مجهول الهويه. اغلبيه الجثث بتيجي هنا متعفنه. اغلبيه مثلا اللي بيبقى في سحر الجمال ده بيبقوا مجردين من كل حاجه عشان ما يعرفش هويته او منين او الكلام ده كله. مكان كله خطوره لان اللي بيطلع من هناك بيكون واخد مخدر او شاري مخدر. احنا بداية اسماعيلية، احنا موقعنا على بداية اسماعيلية بنمثل، ففي هناك مكان مبيع اسمه مبيع للمخدرات، ده بيبقى معدل من 2 لـ3 حالات اسبوعيا بيجوا مجهولين او مضروبين بالعربية وهم بيعدوا، خاصة بيبقى ده واخد انسان متعاطي مخدرات فما بقدرش المسافة، بيبقى العربية تخبطه والعربيات متتوالية هناك بسرعة جنونية، المسافة طويلة. معظم الجثث دي تبقى من القاهرة، فالناس اهليهم بيجوا هنا بيتعذبوا، ولما يعرفوا بياخدوا يوم او اثنين او اسبوع لما يعرفوا ان عندهم جثه عندنا. غالبيتهم بيبقوا من محافظات كل القاهره، اللي مدينه نصر وكلام من دون، مناطق راقيه او شباب تشوفيهم يعني اولاد ناس. اغلبيه الجثث بتيجي هنا متعفنه، اغلبيه دي من اكبر المشاكل اللي بتيجي متعفنه، لانها مرميه بقى لها يومين ثلاثه ما بيكشفهاش غير الكلاب او الحيوانات اللي هناك. معظم الحالات لا له بطاقه ولا في اي بنات ليه، تمام. فطبعا بندخله هنا المشرحه وبنحاول على قد ما نقدر برضو ايه نتواصل مع اي حد من الشرطه، اي حد مثلا من العرب كلام من ده بيجوا هنا المستشفى، فبنحاول يعني على قد ما نقدر نعرف ده ايه. والحاجات اللي هي مجهوله الهويه ديت بيجي لها قرار من النيابه العامه بالتحفظ عليها واستدعاء الطب الشرعي لتشريح وسبب معرفه سبب الوفاه، وبيتم التحفظ عليها لما يتعرف عليها اي احد من اهليتها، بيتم دفنها في مقابر الصدقه. لدرجة احنا كان في جثتين من حوالي اسبوعين من يوم 12/11 قعدوا 10 ايام و15 يوم لما نشرنا صورهم على الفيسبوك وبتاع، اهاليهم عرفوهم وجم ومشوا حوالي 3 ايام بس. بتعمل لنا مشاكل جثة كجثة بقى، بتعمل لنا مشاكل، بتتحط في التلاجة مدة كبيرة، في بعض الاحيان التلاجة ديت بتتزحم من الجثث وده في الوقت ما حدش بيتعرف عليهم، فبتاخد وقت لما بتدفن. مساحة كبيرة ليها 100 مدخل، ليها كذا مدخل بيستخدموه بالموتوسيكلات وبعربياتهم المكشوفة. أغلبية مثلا اللي بيبقى في سحر الجمال ده بيبقوا مجردين من كل حاجة عشان ما يعرفش هويته أو منين أو الكلام ده كله. كان أغلبية اللي بيجي من على سحر الجمال مضروب نار، دلوقتي بقت حاجة جديدة عربية. حالتين ثلاثة متوسط الأسبوع، ممكن تقعد في الشهر 6 حالات أحيانا يعني. احنا فاتحين لهم المشرحة، سحر الجمال دول فاتحين لهم على طول يعني بالأسبوع معدل مثلا 2 3. ليس على مسمى، فلا أحد يتوقع أن منطقة السحر والجمال هي ذاتها منطقة أصبحت وكرا لتجارة المخدرات، ودائما تشهد هذه المنطقة مشاجرات بين مروجي المادة المخدرة والمتعاطين تنتهي بالقتل أو التصفية الفورية. مي عبد الرحمن، 10 مساء، قناة دريم.